نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة 100 يوم صحة في مصنع دمياط للغزل والنسيج، وشهدت القافلة إجراء تحاليل الضغط والسكر والكشف المبكر عن أورام الثدي وقياس الدهون الثلاثية مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. كما تخللت القافلة ندوات تثقيفية للحاضرين بشأن التوعية من الأمراض المنتشرة حاليا في فصل الصيف بسبب موجة الحر التي تتعرض لها البلاد. نشكر رئاسة الجمهورية على كل هذه المبادرات وحملات التطوير اللي موجودة في جميع القطاعات، وإن شاء الله طبعا أنا شايف أن الحملة هنا عندنا في الشركة طبعا كان في إقبال كبير من منذ الصباح، وفي أكثر من حوالي 30 ولا 40%، ويمكن إحنا على آخر اليوم نكون أكثر من 100% من العاملين يكونوا عملوا تشيك واطمنا عليهم. القافلة الطبية اللي إجت دي حاجة مشرفة. قسنا النهارده الحمد لله الضغط للكشف على المبكر على الامراض المزمنه، وده شيء كويس من الدوله وحرصها الدائم من قيادات ومسؤولين الدوله على صحه المواطن المصري برعايه رئيس الجمهوريه للكشف على الامراض المزمنه. فوجئنا اليوم بقافله طبيه لقياسه الضغط والسكر والاطمئنان على العاملين بجميع الشركه، ونحن نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادره. انا جيت النهارده قست الضغط وعملنا فحص الثدي وقسنا السكر، وما شاء الله قافله حاجه جميله يعني.